Taking a video. Tabarak ani da khaf minni. Ani da khaf, malik da ghost. What's up, YouTube? Hello guys, welcome back to my channel. إذا أنتم جديدين هنا منسى أقولكم سووا سبسكرايب وثامز أب إذا راح تحبون هذا الفيديو. مثل ما تشوفون بالعنوان اليوم عاجبني شوية ألعب بهدومي القديمة أجددها حتى أرجع ألبسها إذا طلعوا حلوات، فعاجبني أسوي هذا الشيء وياكم. واليوم توتة أختي، اللي ما يعرف منو توتة تبارك أختي، راح تساعدني نشتغل على جينزات وبعض من التيشيرتات والبلوزات، فعاجبني أغير شوية بيهم. فخلي نبلش. أوريدي أني جايبة أشياء هنا راح تحتاجون فتشي تحطون بيه مي وبليتش. بليتش معناها قاصر الوان، يعني يخلي اللون يصير ابيض. فرشة حتى اذا اكو اشياء مثلا ديتيلز، عاجبني اسوي ديتيلز بالبناطير، بس راح تشوفون وياي. مسطرة ممكن نستخدمها ممكن لا، اللي هي حتى نقيس وتطلع القياسات عدلة 100%. واكيد راح تحتاجون مقص. طبعا راح استخدم هذا الميز، لان هذا الميز اللي عندي اياه استخدم عليها كل شيء. مثل ما شفتوا من نظفت احذيتي وكل شيء، ما ادير بالي لهذا الميز. حاولوا تسوون هاي الاشياء على سيرفس انتم ما تحتاجوها. توتا say hi to them first. Hello guys, هاي اختي. هاي جايز، شلونكم؟ رجعت هسه اني، طبعا ما تشوفوني انتم دائما، بس هسه عندي شويه بريك، اخذت امتحان ورجعت، فراح اساعد ريا. خلي اشوف لكم القطع اللي راح نشتغل عليها. هذا عندي اول بنطلون، بصراحه ابد ما يعجبني شكله، اوكي؟ من جوا علي ضيق ومن فوق عريض، فاريد اقصره، اريد اسويه شورت، ومن اسويه شورت عاجبني هم اغير شويه بالديزاين مالته. التغير اللي راح اسويه بالديزاين راح استخدم البليتش. فاول شيء راح اسويه اقصره. لحد هسه ما قصنا جقد، بس انا اريده قصير بصراحه. وهذا هاي ويست؟ لا هذا لو ويست، هذا صاير خصره قصير. اوكي خلينا نشوف على ايش طول. اوكي. لهنا يعني الويست مال؟ بعد هذا هيك ينزل. اوكي. اذا هيك ينزل، تري وين تري؟ انا اريده هيك. لهنا يعني معناها ليش ما تسوي الشبر لهنا؟ اوكي. لهنا شبر، اوكي. تاكدوا انه البنطلون يكون مصفط عدل. طبعا احنا ما راح تكون 100% عدل لان نسويه بالبيت، بس راح نحاول نوصل الطريقه انه يكون 100% عدل. طبعا هاي انا اول تجربه لي، فريا دائما تسوي هاي السوالف واني ما مسويتها قبل بصراحه. اي اقص وهذا ما اعرف. انا دائما اقصقص بلوزاتي، ما اقصقص بناطير، يمكن شورتات اقصرهم شويه اكثر، بس هسه عاجبني صرت اغير بالمناطير لان ما دا استخدمه، بس ان شاء الله ما تخرب لان اريد اجددها هاي القطعة. عرفت شلون؟ جايز اذا تسالون ليش اختارت تبارك تكون معي بهذا الفيديو، لان تبارك من النوع الدقق كلش هواي، لازم الفد شي يكون دقيق. اوكي هاي هنا صار. اوكي انا راح اربط شعري. نبدي نقصقص؟ اوكي وحده تلزم المسطره وحده تقص. انا راح اقص. قص هاي بعد ماكو رجوع. واو هسه هذا قصيناه. بعد طبعا ما مخلصين الشغل على هذا البنطلون، يعني انا ما اريد بس اقصه، اريد اغير بالجيوب مالته. شايفين الجيوب مالته شلون سودة؟ اريد الجيوب اسوي عليها بليتش. طبعا هسه دارجه الموده انه البناطير يكون عليها بليتش، يكون عليها رسمات، تكون قطعه البنطلون اكثر من لون، اكثر من طقعه، فاني كلش عاجبني انه اني اجرب واسوي، واذا طلع حلو طلع حلو، مثل ما طلع حلو راح يطلع حلو. تصبروا معي. والله I'm gonna try my hardest. طبعا اني راح اشتغل على 3 بناطير، هذا اوريدي قصيناه، الباقيات راح اسوي عليهم الوان. بس قبل ما اشتغل بالبليتش ويصير بليتش على الميز، راح اقصقص هذا القميص. طبعا هذا القميص يمكن مشتريته قبل سنتين، راح البس لكم اياه ورا ما اقصه، بس ما عاجبني طوله، الطول مالته كلش رسمي، واني لبسي بصراحه كلش قليل البس لبس رسمي. ما كانت رسمية. اي فحسيته اذا اقصه قصير او يعني شويه اطول من هذا البلوز اللي اني لابسته مثلا لهنا، احسه يطلع احلى. انتي شلون تستفادين منه؟ بالضبط، انا هاي الهدوم كلها دا اغيرها لان موجوده بالخزانه مالتي، بصراحه ما دا البسهم. اللبس. فدا اغيرهم بطريقه اقدر البسها. راح اقص. ها هي، انا بلشت اقصقص. هاي بلشت.
انت بس بس اقص تقولي رسم علي توتر جري منه ما تمشي على الخط طلعني من الخط تبارك ضيمي اللهم هاي أختي الكبيرة أوي صار كلش كيوت بس بوع مش كده كيوت صار كلش حلو I can't wait السوار ما خلص كل شيء ألبس لكم ياهم شي طبعا هذا لابسته على هذا الطول وعاجبني أقصره أحسه راح يطلع هم حلو أرجع ألبسه يعني على قصر خمس أصابع أي بس خلي أعدله هذا شوية فخيم هو شتوي ايه شتوي بس نص ردان يعني شتا مع تكساس هاي تقصين انتي؟ اوكي لزمي اوكي طبعا هذا سهل لان شوية بمربعات فعلى المربعات دا تمشي تبارك لهذا قبلت اقصه بس والله أنا كلش متحمسة صار لي يومين دا أفكر شنو القطعة اللي أريد أغيرها شنو القطعة اللي أريد أغيرها باعوا صار هيجي ما قصينا هواية إيش قد قصينا بس هالقد تقريبا خمسة أصابع شوية قصينا بس هالقد من عنده وعندي هذا التي شيرت هذا بصراحة أريد أقصره وعاجبني أقص ليا خمالته أخليها في guys إذا تسوون هيجي بهدوكم please let me know اعرف اني عالم كليتكم تقصقصون تسوون شوفونا اي شوفونا الصور احتمال يعني اني مو اشوفها اني شفت اونلاين انه كوميدي يسوون وخاصه هنا على اليوتيوب كوميدي يسوون وبصراحه اي جات انسبايرد فش قلت ريال هيك اصور فوق الورده هذه هاي الوردات كليتها تخلص من عندها اسس اني شلون اوه والله خوش فكره وي نو ها يا الخياط زينه تمشي على الشوارع تسوي هذه اوكي هذا قصرناه هسه طبعا الردانات مالته هم راح اقصها هسه راح تشوفون الفرق راح يصير كلش حلو بصراحه انا احب اسوي هيك شيء تغيرات يعني بيسكلي القص مكان الخياط حتى يعني ما مبين انه اكو خياط فيه والياخه هم راح اقصها يعني شنو قصدك تحلي قصي الياخه كلها دائره مدايره لو احنا قصيها كمثلث باي هيجي اقصها اول شيء سويتها مره بالبلوز بصراحه كلش عجبتني باي شلون يصير كلش حلو اقدر اشيل الياخه بصراحه يصير احلى فدا اشيل كل شيء خياط بي دا اشيله عبالي غير تي شيرت كلش حلو ام سو اكسايتد هسه خلصنا من التقصيص نبلش نلون تبارك بس تريد تلون انا بس اريد الون اوكي خلي اشوف لكم هذا البنطرون هاي القطعه اللي من هنا الديتيل راح اسوي لها بليتش اوكي هاي القطعتين هم راح اسوي لهم بليتش I'm so excited طبعا انتوا تستخدموا اي ورقة تقدرون تستخدمون ورق تقدرون تستخدمون خاولي تقدرون تستخدمون كارتونة تحطوها بنص البنطلون حتى ما يصير على الجهة الثانية فراح ادخلها بالرجل الصور ذاتس I don't think we should put it on the floor. حطة برا. What? Bleach. You don't know. احتمال bleach. فاصل ونعود. فاصل ونواصل. Oh, okay. So الجيوب راح أحط عليها bleach ومن فوق مع الحزام هم أحط عليها bleach. قد حلو صار. الحلو بالاسود انه ما يصير ابيض لا يصير هيك شويه بصفار على برتقالي بيرفكتو طلعي وحطي على نفس الشيء هذا راح اطلعه برا فاصل ونواصل
جايز هاي اخر قطعة. هذا جينز ما بي شيء بس الفوق دا اريد هاي مات القطعة مال الحزام كلش عريضة. فيا رب يشتغل البليتش ويصير شوية على بياض. هذا كل اللي راح اغيره بهذا البنطلون. لازم انتظر يشوف واشوف لكم. سو خلصنا هسه كل شغلنا، اعزل كل شيء وارجع لكم. جايز بعد خلصنا كل شيء، طلعنا كل شيء من النشافه، خلاص الشورتات نشفت والبناطيل كلها نشفت. هذا الشورت كان بنطلون باعوه شلون كان وشلون سويته. حطيت بليتش مداير مداير الحزام والجيب من هنا هم حطينا عليه بليتش، باعوا جيب شلون صارت. والطول بصراحة كلش حبيته لأن صار كليته عريض، يعني صار كأنه شورت عريض. كلش حبيته. والبلوز طبعاً مثل ما تتذكرون باعوا شلون كان البلوز وباعوا شلون صار. باعوا شلون قصيته، الرقبة صارت أنوثية أكثر، ومن هنا شلت الخياط مال الردانات ومن هنا قصرته. حسيته كلش حلو صار بصراحة، وهذا ستايلي. هاي حبيت الركبة، الركبة من كانت مدورة كانت تخنق وتخلي الركبة تصير قصيرة، هيك طولتها بس بعد ما قصتها وسوت هذا كلش حلو صار. ما ادري انا كلش حبيته، انا كلش حبيته. جايز باعوا هذا البنطلون، طبعا كلش تغيير بسيط سويت عليه اللي هو بس الخط مال الحزام. تشوفون الخط مال الحزام حطيت عليه بليتش بحيث صار فاتح. هذا كل التغيير اللي سويته بهذا الجينز. بصراحه حسيت انه ما ادري ضافت شيء تاتش غريبه للبنطلون. كان بنطلون عادي ما بي اي شيء غير بس القصات، هسه احس انه عبالك صار مثل الحزام. جايز باعوا البلوز شلون صار، كان بلوز طويل، كل اللي سويته بهذا البلوز انه قصيته. يمكن بيوم من الايام اشيل هاي، بس بصراحه عاجبتني لان بيها لون وما ادري كانه تضيف تاتش، فلذلك ما حبيت اشيلها. والاوتفيت هيك صار. جايز باع البلوز هذا شلون صار، كلش حبيت الطول. هذا هم كل شيء ما سويت بيه غير بس انه قصيته. انا احس اصلا ويا هذا الجينز مبين بطني هوايه غير بس انه خط قصير. تشوفون مبين هوايه لان البنطلون مالتي هاي ويستد. جايز كلش حبيته، عبالك اشتريت هدوم جديدة بصراحة، كلش حبيتها، خاصة هاي الفيك، هاي الفيك كلش حبيتها. جايز خلص الفيديو، مثل ما شفتوا اشتريت هدوم جديدة، ست قطع صارت جديدة، غيرتهم. هاي واحدة منهم اني لابستها، باعوا الياخة شلون سويتها. هاي ابسط شيء تقدرون تسووه. ثانك يو توتي، ساعدتني كلش هواية بالفيديو، طبعا بالافكار كنا انا وياها قبل ما نصور الفيديو نفكر انه وين نحط البليتش، نسوي سو. سوينا هاي الاشياء، صارت عندنا قطع جديده. اتمنى انو استفاديتوا من هذا الفيديو، واذا حاولتوا تسوون اشياء مثل هيجي كتبوا لي بالكومنت، سووا لي تاغات، اريد اشوف شنو اللي راح تسووه. وذاتس ات، اتمنى تونستوا وياي ويا توتي، لان كومو من عندكم قالوا لي سوي فيديو يا توتا. وسوري مو دائما موجوده تبارك، مثل ما قلت لكم مرات تكون بعيده عنا، يعني 3 اشهر احنا ما نشوفها لان تكون تدرس بغير ولايه. سويا شفتوا هالتوتا هيانها. إذا حبيت هذا الفيديو وتونستوا ويانا يعني you know what to do thumbs up، واللي بعدها مشترك بالقناة سووا سبسكرايب. وأنا أحبكم كل شوية وأشوفكم على المرة الجاية. باي 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 جايز، أنا كل فرحانة.